السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ختام فعالية برنامج أرتاثون الذكاء الاصطناعي. على مر الشهور السابقة رأينا شباب وشابات الوطن والشباب من حول العالم يتنافسون على دمج قطاعين لم يسبق لهم أن اجتمعوا في مسابقة واحدة، والأول مرة في العالم يمتزج الفن والإبداع البشري بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال العرض التالي سنستعرض لكم ملخص المرحلتين، المرحلة الأولى وهي المسابقة، والمرحلة الثانية البرنامج التدريبي المتخصص. مشاهدة ممتعة. نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير مسبوقة وأفاق نمو غير محدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في حال تم استخدامها على النحو الأمثل لتجنب العالم كثير من المضار وتجلب للعالم كثير من الفوائد الضخمة. عالمنا اليوم يمر في ثورة جديدة، ثورة الذكاء الاصطناعي، ونعيش في وقت الثقافة والفنون هي أفضل وسيلة للتعبير. وهنا كانت بداية قصة الأرتاثون. هدفنا بناء القدرات الوطنية وخلق الوعي وتطوير المهارات، ويعتبر أحد مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أرتاثون الذكاء الاصطناعي برنامج لكل العالم، تقدم عليه أكثر من 2000 فنان وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي من أكثر من 50 جنسية. المرحلة الأولى المسابقة، 300 مشارك في 3 أيام من الحماس والابتكار. اليوم الأول 3 جلسات مع متحدثين وخبراء عالميين في مجال الفن القائم على الذكاء الاصطناعي. اليوم الثاني 4 ورش عمل متخصصة عن صناعة الأعمال الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي بأساليب وآليات مختلفة. جلسة حوارية مع 8 خبراء عالميين عن ثورة الفن القائم على الذكاء الاصطناعي. أكثر من 20 ساعة من العمل على تطوير النماذج الأولية بدعم من أكثر من 45 مرشد ومدرب. اليوم الثالث التقييم من لجنة التحكيم والإعلان عن 20 فريق متأهل، وهنا تنتهي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية معسكر مكثف لمدة 7 أسابيع لتطوير النماذج الأولية إلى أعمال مكتملة. 8 مدربين وخبراء عالميين في صناعة الفن القائم على الذكاء الاصطناعي. أكثر من 140 ساعة تدريب وأكثر من 200 ساعة عمل على التنفيذ. النتيجة 20 عمل فني قائم على الذكاء الاصطناعي. بعدها تقيم لجنة التحكيم وتختار أفضل 10 أعمال. المرحلة الثالثة إعلان الفائزين ومعرض مصاحب مخصص سيكون في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض.
والآن مع كلمة الدكتور هذام التويجري من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي، في هذه اللحظات البهيجة وبالنيابة عن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي معالي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، وبمناسبة اختتام المرحلة الثانية من أرتثون الذكاء الاصطناعي أحد مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، يسرني أن أبارك للفرق المتميزة التي أبهرتنا جميعا بإبداعاتها ومخرجاتها التي مزجت بين الفن والذكاء الاصطناعي. جهود كبيرة بذلتها تلك الفرق في مواجهة التحديات عبر التواصل البناء والتناغم بين أعضائها رغم اختلاف التخصصات، واستثمار ذلك الاختلاف في بناء أفكار غير تقليدية أثبتت فاعلية مزج الذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات وأثرها في فتح آفاق جديدة. نبارك لكم أيها المبدعون هذا الإنجاز، ونشكركم على جهودكم المثمرة، ونحثكم في ختام هذه المرحلة أن تواصلوا إبداعاتكم في هذا الصدد، ونتطلع لرؤية أعمالكم وإبداعاتكم في المستقبل حقيقة ملموسة على أرض الواقع. كما نخص بالشكر والتقدير شركائنا الذين قدموا لنا الدعم اللازم وساهموا بشكل فعال في إنجاح هذا العمل الفريد، وعلى رأسهم الراعي الرئيس لأرتثون الذكاء الاصطناعي صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى شركائنا الاستراتيجيين وزارة الثقافة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدروس، ونحن في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وانطلاقا من توجيهات سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله ومسؤوليتنا المتمثلة في التحول نحو اقتصاد وطني مبني على البيانات والذكاء الاصطناعي، نبارك لجميع المتسابقين والمنظمين والرعاة هذا الإنجاز، ونؤكد سعينا الحثيث لاكتشاف المواهب وتطوير الكفاءات الوطنية وتبني الأفكار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ودعمها وتمكينها. عملية التقييم لم تكن مهمة سهلة أبدا، حيث ارتفعت حدة المنافسة وقدمت جميع الفرق أعمال فريدة، واليوم في حصاد هذه المرحلة الثرية بالإبداعات سنعلن عن الفرق المتأهلة للمراكز العشر الأولى في الأرتثون، مشددين ومؤكدين على إبداع الجميع وكفاءتهم وقدرتهم على تقديم أعمال فريدة تصب في خدمة وطننا المعطاء. وشكرا لكم جميعا أخواني وأخواتي. واجتمعنا اليوم من حول العالم عن بعد لنختتم المرحلة الثانية من أرتثون الذكاء الاصطناعي، ونعلن الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة والأخيرة. سنعرض لكم بعد لحظات أسماء وأعمال الفرق المتأهلة وأصحاب المراكز العشر الأولى. فراس صفية الدين، ياسر سنجاب، فريق مولين، ذا كاميليا أند كوين، عفاف باوزير، مها العريفي، علي الموسى، فريق AI Authentic Clay، محمد المبدل، فهد العجمي، أنفان الكثيري، فريق هي إسوتريك الإنرجيتي، ريم البانس، عائشة العبد اللطيف، فريق The Beauty of Belonging، بدور الحربي، صالحة الغامدي، نور الشاوي، فريق Ultimate Pattern، إيا طرابلسي، هالة الصالح، أماني مدينة، فريق Novel to Art، بسمة العبد اللطيف، دكتور إبراهيم الخراشي، عمر العبد اللطيف، فريق ماشين ميثولوجي، عليا القرني، سارة خالد. ألف ألف مبروك لجميع الفرق المتأهلة لانتهاء المرحلة الثانية وتأهلهم للمرحلة الثالثة وتضمين أعمالهم بالمعرض الفني المقام بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وختاماً وبخلاف كل خاتمة، نرحب بكم ونحن نستشرف القادم ونقول أهلاً بالمستقبل من الرياض العاصمة العربية الرقمية، ننادي العالم. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله
في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي. في أمان الله.